مساء الخير، بنرحب بكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم معنا في تغطيتنا على الهواء مباشره لكل الاحداث، لكل المستجدات على الارض وفي الواقع والمشهد المصري المشحوم بكثير من التفاصيل. الحقيقه التفاصيل اصبحت كتير جدا، ومشاهد كتير بتتكشف، اقنعه كثيره تكشف، مؤامرات كثيره تتضح بتفاصيلها، وربما ايضا باسماء كثيره كانت تخطط وتحيك مثل هذه المؤامرات. ولكن الاهم، خلونا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا كلنا بخير وسعادة وفي تقدم، وبإذن الله قادرين على بناء مصر الجديدة بإذن الله. بكرة أول أيام الشهر الكريم، بكرة أول أيام رمضان حسب ما أعلنت دار الإفتاء بالأمس. والحمد لله حزب النور ما اعترضش، حزب النور بيعترض مؤخرا على كثير من التفاصيل، على اسم دكتور برادعي، على اسم دكتور زياد بهاء الدين كرؤساء للحكومة. الجديد الحقيقه انه هنا كان خالف تعرف في موضوع التعديلات او الاعلان الدستوري بالاحرى اللي تم الاعلان عنه امبارح، من 33 ماده اثارت تحفظ الكثير من القوى الوطنيه. تمرد قالوا انه احنا ما شفناهوش، لم يعرض علينا، البعض شاف انه خطوات للخلف، البعض شاف انه رساله مطمئنه. مين اللي قال انه رساله مطمئنه؟ الحقيقه كان حزب النور. حزب النور مؤخرا هو مختلف عن الجميع في كل شيء، اسماء تطرح ويكون عليها توافق وحتى حزب النور وممثليه يوافقوا عليه، وبعد كده يختلف ويرفض، وكذلك في أسماء أخرى. وقابل الإعلان الدستوري الجديد وشايف أنه رسالة طمأنة. الحمد لله أن حزب النور ما اعترضش، أن بكرة بإذن الله هو أول أيام الشهر الكريم اللي بيدعونا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يدعونا كلنا كمصريين أن نجعل هذا الشهر الكريم فرصة لإصلاح ذات البين والسعي الجاد والحثيث في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بهدف إيجاد صيغة تفاهم بين أبناء الوطن الواحد للوصول إلى برنامج متفق عليه لإنقاذ الوطن من أزمته ووضعه على الطريق الصحيح. آمين يا رب. بإذن الله نكون قادرين كلنا على إيجاد مثل هذه صيغة للتفاهم، للتوافق، لبناء مصرنا الجديدة، ومحاسبة كل من أجرم في حق مصر وفي حق المصريين، في حق الوطن، من خلال كثير من المؤامرات التي تتكشف وهنستعرضها مع حضراتكم. بس كمان مهم أن احنا نؤكد أنه بطريرك الروم الأرثوذكس قرر الصلاة بجميع كنائس الروم الأرثوذكس في مصر من أجل مصر، ويا رب بإذن الله يتقبل كل دعواتنا وكل صلواتنا في جوامعنا وفي مساجدنا وفي كنائسنا وفي بيوتنا كمان العامرة بكثير من الأدعية وبكثير من القلوب الراغبة بالفعل بالهدوء والسلام لمصرنا الحبيبة. خلونا نتكلم على حزب النور والحكومة. مصدر رئاسي بيقول لجريدة الوطن أنه النور وبالفتوح يعطلون تشكيل الحكومة الجديدة. أما أستاذ أحمد المسلماني مستشار الرئيس لشؤون الإعلام فبيقول أنه الأحداث الجارية الآن لن تؤثر على التشكيل الحكومي الجديد. دكتور زياد بهاء الدين يشترط منحه حرية التحرك وصلاحيات حقيقية، يعني دي مصادر مقربة من دكتور زياد بهاء الدين أكدوا أنه هو تلقى ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة أثناء تواجده في لندن، وأنه اشترط أن يكون لديه صلاحيات حقيقية حتى يستطيع أن يوجد ويحقق هذا التغيير المرجو من الثورة المصرية ومن خلال حكومة أو أداء حكومي قوي يليق بكل هذه التضحيات التي عايشناها خلال الثورة، سواء 25 يناير أو 30 يونيو. من جانب دعا السيد حمدين صباحي القيادي في جبهة الإنقاذ ومؤسس التيار الشعبي، دعا في تصريحات له أمس إلى تشكيل حكومة انتقالية فورا لسد الفراغ السياسي الخطير اللي اتضح بعد أحداث الحرس الجمهوري، وأضاف تأخر تكليف رئيس وزراء جديد لمصر يومين كان بسبب رفض حزب النور السلفي مرشحين للمنصب، وأكد أنه حزب النور لم يشارك في مظاهرات 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك، ولا مظاهرات 30 يونيو التي عزلت مرسي. ولكن الواضح أنه الرغبة ما زالت مستمرة للتواجد حزب النور ورأيه ومواقفه
المختلفة. ولكن طبعا الإعلان عن انسحابه مؤخرا بعد أحداث الحرس الجمهوري، يعني البعض شايف أنه قد يدفع العجلة إلى الأمام، والبعض الآخر يقول أنه قد يعطلها، حيث أنه هذا الموقف جاء مفاجئا للجميع. بالنسبة لأحداث الحرس الجمهوري، عندنا خبر أنه النيابة حاليا بتحقق مع 650 متهم في أحداث الحرس الجمهوري بتهم القتل وإحراز الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة إلى أنه جريدة الوطن بتكشف أمر هام جدا، وهو أنه مكتب الإرشاد اجتمع قبل الاشتباكات مباشرة في اليوم اللي قبل الفجر الدامي اللي عايشناه بالأمس للتحريض ضد الجيش. نجل مرسي يتولى شحن المعتصمين ومصادر أخوانية لشباب في جماعة الإخوان المسلمين بيؤكدوا أنه قيادات الصف الثاني ستعزل قيادات مكتب الإرشاد وتحملهم مسؤولية التضحية بهؤلاء الشباب اللي راحوا ضحية التصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين. محمد سيد أحد شباب الإخوان قال لجريدة الوطن أنهم بصدد تشكيل تيار من شباب الإخوان بالمحافظات للضغط على القيادات الحالية لمكتب الإرشاد لإعلان الانسحاب الفوري من الميادين وحقن دماء الشباب المصري والتي تذهب سدى أمام الحرس الجمهوري. وقال التضحية بعدد من القيادات في سبيل الحفاظ على التنظيم هو ما يشغلنا حاليا. يعني نتمنى بالفعل أن يكون هناك، أن يأتي هذا الصوت اللي بيحمل عقل واللي بيحمل حكمة، يعني كنا نتمناها من قيادات مكتب الإرشاد ومن قيادات الجماعة، أن يأتي من شباب الجماعة وشباب جماعة الإخوان المسلمين. هذا شيء جيد، أن يكون هناك فض لهذه الاعتصامات المستمرة سواء في منطقة نهضة مصر أو في إشارة رابعة العدوية. دعوة المعتصمين للعودة مرة أخرى بالتأكيد أن يكون هناك وقف لنزيف الدماء واستغلال لهذه الدماء والمتاجرة بهذه الدماء. يعني كثير الحقيقة من الأخبار اللي بتصلنا وشهادات أنه كتير جدا من السيدات والأطفال والشباب وحتى الرجال الموجودين داخل الاعتصام لديهم رغبة قوية في المغادرة، خاصة وهم جايين من مناطق بعيدة من أقاليم ومن قرى، وخاصة أهالي الصعيد عندهم هذه الرغبة للمغادرة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. ولكن القيادات اللي بنشوفها بتتكلم على الشهادة والجهاد وتحث المتظاهرين على التصدر في الصفوف الأمامية، وبعد كده إس فجأة بيختفوا، وفيما بعد بنجد يعني الشباب يسقطون قتلى. هؤلاء أو هذه القيادات بيقولوا للناس اللي جوه محدش يخرج، في قناصة هينشوكوا حسب تعبيرهم، هينشوكوا بالرصاص، مش هترجعوا، مملكمش دية، أو بيقولوا لهم الجيش واقف برة، الشرطة واقفة برة، واللي هيخرج هيتقبض عليه ومش هيخرج عمره من المعتقلات. والحقيقة أنه كان فيه نداء وبيان من القوات المسلحة ومناشدة لكل المتواجدين، اذهبوا إلى بيوتكم، إلى منازلكم، إلى قراكم، إلى مدنكم آمنين، طالما لم تتورطوا في جرائم، طالما لم تتورطوا ولم تلوثوا أيديكم بدماء المصريين. ولكن الواضح أنه حتى اللحظة هناك سيطرة من خلال التخويف على المتواجدين جوه الاعتصام، ولكن نتمنى أنه صوتنا يوصل لهم. بالفعل انتم امنين، اخرجوا روحوا بيوتكم، افطروا اول يوم في رمضان مع اهاليكم وفي بيوتكم امنين، بعيدا عن الامور المستمره والمحاولات المستمره للمتاجره بدمائكم. الحقيقه القيادات الرغبه الاساسيه لديهم اما ان يحولوكم الى جناة وسيتم التخلي عنكم بطبيعة الحال وبطبيعة التجارب، وربما هناك آخرين يدرون بهذه التجارب جيدا، أو تتحولوا إلى مجني عليكم، وفي النهاية المتاجرة ستستمر بدمائكم. شهود العيان بتتوالى شهادتهم على
أحداث الحرس الجمهوري. ففي شهادة للأستاذ محمد الجزار وهو كان موجود في العمارة رقم 7 المطلة على اعتصام دار الحرس الجمهوري لبعض من الشهادات المهمة على موقع جريدة الوطن. وإحنا هنا يعني بنقرأ عنوانه اللي هو مكتوب في بالتفاصيل في الجريدة. يعني الحقيقة نتمنى أن يتم توفير حماية كافية لأهالي العمارات والمناطق المحيطة بربع العدوية والمحيطة بدار الحرس الجمهوري، لأنه الحقيقة بدأت يكون هناك بعض الاحتكاكات، بدأ يكون هناك بعض المشادات وبعض من التهديدات، خاصة أنه البعض خرج على شاشات التلفزيون وظهرت أشكالهم أو صورهم سواء كانوا يعني سيدات أو بنات أو رجال، فبدأ بالفعل يحصل ليهم بعض من التهديدات أو خرجوا من خلال المداخلات التلفونية، بعض منهم شخصيات إعلامية بدأ بالفعل يتم التربص بيهم، الترصد والمتابعة والاحتكاكات أثناء الدخول والخروج من منازلهم، وبالتالي محتاجين أن يكون في حماية توفرها قوات الأمن لشهود العيان، خاصة وهم بيقولوا شهادتهم وليست لهم أي مصلحة، سكان مصريين مواطنين آمنين في بيوتهم صحيوا على صوت ضرب النار والخبط على الأعمدة وروا شهادتهم بالضبط كما رأوها أمام الله وأمام القانون، يعني مش هيخوفهم غير ضمائرهم. ولكن هناك البعض طبعا لأنه الشهادات جاءت مخالفة لما قالوا أصابهم نوع من الغضب الشديد وقرروا متابعتهم بشكل واضح وشكل كبير، وبالتالي نتمنى أن يكون فيه هناك توفير لهذه الحماية. قال إيه الأستاذ محمد الجزار لجريدة الوطن؟ قال أنه الساعة كانت تشير للثالثة فجرا وسط هدوء في مكان الاعتصام مع توجه بعض المعتصمين للصلاة في مجمع المصطفى الإسلامي التابع للجمعية الشرعية وبالقرب من مقر الاعتصام، وفجأة بدأت صيحات المعتصمين بهتافات خيانة خيانة هيهجموا علينا كفار وفسقة، وبدأوا يتركون على أعمدة النور ليستيقظ المعتصمين النائمين. بالفعل بدأوا في الهجوم وبدأوا يواجهوا قوات الأمن، هما بيقولوا خونة خونة أو بلطجية، وأكد أنه الأهالي اكتشفوا وجود قناصة خلف مقر المركزي للمحاسبات وهم بيطلقوا النيران على قوات الجيش. وأكد كمان أنه المصابين رفضوا تماما التعامل مع الإسعاف بدعوى أنهم كفار. الغريب جدا أنه بالفعل عربية الإسعاف كانت بتتوجه لنقل المصابين، ولكن كان في رفض كبير جدا خاصة من خلال القيادات لنقل المصابين لإسعافهم، على الرغم أنه كان بعض الحالات اللي وقعت للأسف شديد خلال هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة للعنف أمام الحرس الجمهوري وأثناء محاولة اقتحامه كان من الممكن إنقاذها، كان ممكن نلحقهم، كان ممكن ننجدهم ونسعفهم، ولكن للأسف الشديد اللي حصل بالضبط كالتالي: تم نقلهم من خلال الشباب الموجودين والرجال المعتصمين في ميدان ربعة إلى ربعة العدوية. الوقت ده أدى إلى فقدان الكثيرين لحياتهم، لأنه الحقيقة أنه كان الهدف وكما أبرز كثيرين من المراقبين والمحللين لهذا الموقف الغريب، الهدف كان التصوير، كانت كاميرات الجزيرة والجزيرة مباشر مصر، وكانت كاميرات CNN وبعض وكالات الأنباء العالمية اللي طبعا تم استدعائهم استعدادا لهذا الموقف وهذا الحادث. وبالتالي هيكون الأفضل لقيادات الجماعة المتجرة بدماء من سقطوا سواء مصابين أو قتلى، أفضل أكيد من أنه يتم إنقاذهم وإنقاذ حياتهم، إذ ربما لو تم إنقاذهم يقروا بما حدث، يعرفوا أو يقولوا إيه اللي حصل بالضبط، مين اللي حرض، مين اللي دفع، بأي شكل وبأي أساس تم الهجوم على قوات الحرس الجمهوري. وفي نفس الوقت الحقيقة إحنا عندنا أكتر من خبر، سلسلة أخبار مع سلسلة هجمات مع سلسلة عمليات مسلحة أو محاولات لتكوين كمان جماعات مسلحة بتؤكد لينا تفاصيل أكدها واعترف بها دكتور محمد البلتاجي امبارح في فيديو
كنا أول من أشار إليه، ومهم جدا أن احنا نفضل نشوفه ونفضل نفهمه ونفضل نحاول أن احنا نسمعه كويس جدا علشان نعرف إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل في مصر، إيه اللي بيحصل في سيناء، إيه اللي بيحصل في بورسعيد، إيه اللي بيحصل في كل مكان مصري مرشح إلى أنه يكون وجهة لجماعات مسلحة، جماعات إرهابية ولرصاص هذه الجماعات. خلونا نشوف ونفتكر مع بعض قال إيه دكتور محمد البلتاجي لقناة النهار. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. إذن العمليات اللي بتحصل في سيناء وبنعيشها منذ أيام، منذ تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سواء اللي بتحصل في سيناء من هجوم على مطار العريش أو بعودة الملثم في أقوى أدواره بعدما انكشف اللثام وسقط القناع، دي عمليات بتيجي رد على عزل محمد مرسي ولن تتوقف إلا بعودة وتراجع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن القرار الذي اتخذه كما يقول محمد البلتاجي. طبعا بنؤكد ونشدد هذا ليس بانقلاب، هذا ليس بقرار للفريق أول عبد الفتاح السيسي ولكنه قرار شعبي. 33 مليون مواطن مصري خرجوا في أرجاء المحروسة وأرجاء الجمهورية يطالبون بسقوط حكم الأخوان المسلمين. لما أوصلنا لي من فشل ذريع على مستويات مختلفة سياسيا واقتصاديا اجتماعيا ومحليا وخارجيا وكل الأمور، ولكن وبشكل واضح وصريح العمليات دي بتتم للرد على ده بالتنسيق مع جماعة الأخوان المسلمين. النهاردة كمان وكالة الأنباء الألمانية بتورد بعض من التصريحات لمصدر إسرائيلي بيؤكد خلايا مسلحة تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بسيناء بسبب عزل مرسي. مصدر أمني إسرائيلي قال وكالة الأنباء الألمانية أن هناك معلومات موثوقة جدا حسب وصفه أن خلايا مسلحة تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء للانتقام من إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي. والحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات لصارمة للسياح الإسرائيليين الموجودين في سيناء بأن يغادروها فورا. المسؤول الأمني قال كمان في تصريحات صحفية النهاردة أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأنه خلايا مسلحة تابعة لتنظيم الأخوان المسلمين حسب تصريحه، وتنظيمات تابعة للقاعدة، وحتى تنظيمات تابعة لحركة حماس الفلسطينية انطلقت بالفعل من مخابئها في سيناء لتنفيذ عمليات إرهاب تستهدف إحداث فوضى عارمة في شبه الجزيرة، وذلك لضرب هيبة القوات المسلحة وللانتقام من إسقاط الرئيس المعزول مرسي. فيما تعرف هذه القوة أن نشاطاتها ضد الجيش تلحق بها الأضرار في الشارع المصري، لذلك تحاول إحداث توازن عن طريق المساس بالإسرائيليين. يعني الهجمات هتوجه وكأنها موجهة ضد الإسرائيليين حسب المصدر الإسرائيلي، ولكن الهدف منها هي ضرب الأمن في البلاد، الأمن القومي للبلاد، وده طبعا اتضح من خلال ضرب أو الهجوم على مطار العريش منذ أيام وتفجير أنبوب الغاز المتجه للأردن وغيرها من هذه الهجمات. عندنا كمان خبر أنه مسلحين أطلقوا النيران على حافلة تنقل عمال بمعسكر قوات حفظ السلام في الجورة في محافظة شمال سيناء. خلونا نتعرف أكتر على تفاصيل هذا الخبر. معنا على التليفون الأستاذ مصطفى سنجر مراسل جريدة الشروق في شمال سيناء. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. أستاذ مصطفى، إمتى كان الهجوم بالضبط؟ هو لم يكن هجوما بالشكل المباشر بقدر ما كان هو تهديد بالسلاح بمنع وصول حافلات العمال المصريين العاملين في قاعدة قوات حفظ السلام وقاعدة الاحتياط جنوب مدينة الشيخ زويد، وإعادة إدراجهم مرة أخرى إلى العريش والشيخ زويد ورفح في اليوم الثاني على التوالي.
هذا ما أكده لنا أحد العاملين الذين منعوا من الوصول عندما اعترضهم مسلحون ملثمون وطالبوهم بالعودة إلى مناطق أخرى عدم مزاولة عملهم. يعني نقدر نقول أنه كان قطع طريق ما كانش هجوم تحديدا، كان اعتراض الطريق ومنعهم من الوصول إلى مقرات عملهم. قطع طريق هو هذا الحدث كان قبل ظهر اليوم. فجر اليوم تعرض حاجزين أمنيين لرشقات قليلة بالرصاص في مدخل رفح وشرق العريش، وسجلنا انخفاضا ملحوظا في وتيرة العمليات المضادة لقوات الأمن أو الهجمات المسلحة التي تعرض لها قوات الأمن خلال الأيام الماضية. حصيلة طبية من مصدر طبي أكدت أن عدد القتلى من يوم إعلان خلع الرئيس السابق محمد مرسي قدرت 10 قتلى وإصابة 48 آخرين، جملة من أصيبوا وقتلوا في شمال سيناء، بينهم 5 من أفراد الشرطة قتلى و3 من أفراد القوات المسلحة وراعي كنيسة في العريش ومدنيين. كما أصيب 9 من أفراد الجيش و7 من أفراد الشرطة و32 من المواطنين، غالبيتهم أصيبوا في أحداث يوم الجمعة الماضية. على ذلك هي كانت طب السؤال، يعني كل هذه الهجمات بتنفذ، وعندنا خبر كمان من جريدة الوطن أنه أنصار الرئيس المعزول يواصلون الهجمات الإرهابية في سيناء، استشهاد مجند ومدني وإصابة 4 واعتقال 13 مسلحا بينهم فلسطيني. كل هذه الهجمات هل بيقابلها تواجد أمني بشكل أو بآخر في هذه المناطق في شمال سيناء وفي سيناء بشكل عام؟ هل هناك تواجد أيضا لقواتنا المسلحة لجيشنا لمحاولة الحد والتعامل من هذه الهجمات والتعامل مع هؤلاء الإرهابيين؟ بالتأكيد هناك انتشار أمني واسع نطاق في مدن شمال سيناء تعززه من روحيات الأباطحة في الأجواء والتي باتت تحلق في أماكن أكثر يعني خارج المدن لرفض أي تحركات للمسلحين قبل وصولها إلى الارتكازات الأمنية، قد يكون سببا في تخفيف أو قلة عدد الهجمات خلال 24 ساعة الماضية. كذلك صدرت الأوامر للقوات والارتكازات داخل مدينة العريش أو عند مداخلها التحرك بشكل دائم على مدار الساعة وعدم التوقف في موقع معين لكي لا يتم استهدافها كما حدث في الأيام الماضية، وأيضا لمنع أي عمليات طارئة قد تحدث ضد المقرات الأمنية داخل مدينة العريش التي نالت النصيب الأكبر من الهجمات والتي سقطت فيها غالبية أو الجرحى في الأيام الماضية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر مراسل جريدة شروق في شمال سيناء. كمان في تفاصيل خبر الوطن، مسلحون وظهر أمس هاجموا مجلس مدينة العريش، وشهود عيان قالوا أن المسلحين ظهروا ولأول مرة نهارا بشيخ زويت، وأشاروا إلى أنه مجموعة لا تقل عن 10 أفراد يلبسون أقنعة سودة وسترات واقية من الرصاص ويرتدون زيا يشبه لباس الصاعقة المصرية. نزلوا من سيارة بقفزة استعراضية وجابوا شوارع المدينة، والهدف هو إظهار أنه هم مسيطرون على منطقة الشيخ زويد، هم مسيطرين على الأمور، قادرين على أداء بعض القفزات بشكل استعراضي، قفزات قتالية. طبعا بيتنقلوا في المدينة ويتجولوا ويستعرضوا قوتهم بأقنعة سودة وسترات، والهدف الأكيد هو إخافة الناس، إرهاب الناس، والتأكيد على أنه ليس هناك من قوة قادرة على ردعهم. الفكرة هي إرباك قواتنا المسلحة، الفكرة هي أنه يكون في هجمات مختلفة في أكثر من مكان تؤدي إلى ارتباك، تشعر المواطنين أن قواتنا المسلحة غير قادرة على السيطرة على الأمور، ولكن بالتأكيد كلنا ثقة في قدرة جيشنا على التعامل مع هذه الهجمات وقدرته أيضا على الكشف على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بجريمة مقتل جنودنا الستاشر في رمضان
الماضي. ما زلنا منتظرين للكشف عن هذه العملية وعن المتهمين وعن المجرمين الذين قاموا بها. ما زلنا في انتظار أيضا الكشف عن من قاموا باختطاف جنودنا السبعة وفجأة تم الإفراج عنهم، ولا عرفنا فين، مين، إزاي، ليه، مين اللي عمل كده، علشان إيه، ليه ما تمش مواجهة كل هذه الجرائم بما يكفي. ما زلنا في انتظار الحقيقة المزيد في إطار متابعة المجموعات اللي بتحاول أن هي تشكل كيانات مسلحة. عندنا خبر من المصري اليوم، أحمد عرفة وخمسة من حازمون يعترفون أمام النيابة بتكوين جماعة مسلحة لمناهضة الجيش. أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي الأول لنيابة أو نيابات جنوب القاهرة بحجز أحمد عرفة عضو حركة حازمون وخمسة آخرين حتى ورود تحريات المباحث لاتهامهم بحيازة ذخيرة وكتب جهادية وتكوين جماعة محظورة مناهضة للجيش والحكم الحالي ومحاولة تهريب السجناء والشيخ حازم أبو اسماعيل بالسجن. المتهمين بالفعل اعترفوا أمام تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة بتكوين جماعة مناهضة للجيش والحاكم الحالي والمطالبة بعودة الحاكم المدني مرة أخرى للبلاد. وأضاف المتهمون في التحقيقات أنهم كانوا يعتزمون تهريب الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والسجناء من داخل السجون، فيما تتبين من التحقيقات أن المتهمين ضبط بحوزتهم كتب جهادية وجهاز كمبيوتر تم التحفظ عليه لفحص محتوياته بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الذخيرة، وأجهزة الأمن طبعا كانت قبضت عليهم داخل شقة بدار السلام ظهر الأمس. فيما يتعلق بقضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، عندنا حيثيات الحكم الصادرة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية هنتعرف عليها وهنستعرضها مع حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا نروح لبورسعيد علشان نتعرف على مزيد من التفاصيل حول جريمة جديدة وهي جريمة الاعتداء على كنيسة ماري مينا العجيبي في بورسعيد. معانا على تليفون الأستاذ حمدي جمعة مدير مكتب المصري اليوم في بورسعيد. مساء الخير يا أستاذ حمدي. كيف كان الهجوم، امتى، وهل اعلنت جماعة معينة مسؤوليتها عن الحادث؟ الحقيقة هم ثلاث هجمات وليست هجمة واحدة. الكنيسة كانت اخر هجمة كانت في الواحدة صباح اليوم على كنيسة ماري مينا في امتداد شارع امين بحي الملاخ. اربعة ملثمين على درجتين بخاريتين اطلقوا اربعة ملثمين على رأسهم على درجتين بخاريتين على درجتين بخاريتين اثنين متسكين رافعين الرايات السوداء لتنظيم القاعدة اطلقوا واب من النيران على واجهة الكنيسة وتسببوا في تحطيم واجهة صيدلية ملحقة بمستشفى خيري بتقوم الكنيسة في منطقة المناخ بعلاج الفقراء فيه مجانا، وادى تحطم زجاج الكنيسة الى اصابة اثنين من شظايا الزجاج، هما الصيدلي مايكل سند والصيدلي بيتر مدحت بإصابات طفيفة وتم علاجهم. الأهالي في المنطقة قاموا بسرعة وقبل وصول الأمن لإغلاق الطريق من الاتجاهين لمحاولة إغلاق سكك الهروب على الجناة اللي فروا سريعا. محدش قدر أن هو يلحق بهم ولا حد قدر أن هو يعني حتى يتعرف عليهم لو من أهالي بورسعيد أو لا، للأسف، لأنه كمان سبق هذه الهجمة في الساعة 2 ظهر أمس مجموعة من الملتحين المسلحين مكشوف الوجه اقتحموا الباب رقم 30 لميناء بورسعيد الغربي وقاموا بإطلاق واب من الأعيرة وكانوا محملين بالسيوف والأسلحة البيضاء، ضربوا كل من في طريقهم وهم يهتفون للرئيس المعزول وحطموا بعض السيارات ودخلوا المجمع الجمركي واطلقوا النيران اثناء وجود المستوردين والموظفين والمتعاملين، وخرجوا من باب الميناء في سلام، وفي طريقهم لوكرهم في حي الزهور قاموا باطلاق النيران على مبنى اداره مرور بورسعيد. والحقيقه انه دي علامه استفهام كبيره جدا على الاداء الشرطي في بورسعيد، لانه الجيش دي مش مهامه، دي مهام الشرطه في الاساس. في مجموعة معلومة محددة معتصمة أمام مسجد التوحيد التابع لجماعة أنصار السنة في بورسعيد من الجماعة الإسلامية ومن السلفية الجهادية ومن الإخوان، وهذه المجموعة قبل من عدة أيام تعتصم وتقيم يا أستاذة دينا دشم عسكرية
جايبين شكاية رمل وعاملين دشم في محيط منطقة الاعتصام. معرفش السيد مدير أمن بورسعيد فين من هذا الموضوع. طب هل سألتوه يا أستاذ حمدي؟ هل كلمتوه؟ هل سألتوه لماذا لم تتخذ ما يكفي من إجراءات؟ بنواجه بنعمل وكلام بهذا الشكل. المطلوب يبدو من هذه المجموعات سحب الجيش واستدراجه للمواجهة، حتى يبدو الأمر وكأنه الجيش بيواجه أهالي في إطار ما جرى في أمام الحرس الجمهوري. الأمن والشرطة وزير الداخلية أنا من خلالك بنبين له الصورة وبنوضحها له، لعل أمن بورسعيد يستفيق من هذه الحالة على أنهم بؤرة صغيرة محدودة من السهل جدا التعامل معها. طب انا يعني خدت بالي حضرتك بتقول وفي طارقهم لوكرهم في حي زهور. تمام. يعني في تواجد محدد في حي محدد معروف ومعلوم للجميع. تمام. ومفيش اي حد بيتخذ اي شيء. انا بقول هو بعيني وصوتي وسمعني مدير الامن وسمعني وزير الداخليه، وهذا الامر لا يجب الصمت عليه باي شكل من الاشكال. الناس يا استاذ دينا في اليومين السابقين في المين قفل امبارح، انت عارفه دول يومين قبل رمضان. ناس بتطلع بضاعتها، ناس غلابه بتحاول تعمل قرشين عشان تجيب لعيالها حاجه. المين قفل امبارح، هو ده المطلوب، ده المطلوب معاقبه ناس غلابه بترتزق من جوه المينا او تجار بيطلعوا بضاعتهم، وفي نفس الوقت يبدو الامر ان الجيش يجي بسرعه يواجههم. احنا مش عايزين الجيش، احنا عايزين الجهه المنوط بيها مواجهه هؤلاء. وهو ده المخطط، ان يبدو الامر وكانه مواجهه ما بين قواتنا المسلحه ومجموعه من المواطنين، او حسبما يعني يريدون ان يظهروا للعالم، وعلى غرار التجربه السوريه الواضحه ان هي يعني بتستهويهم بشكل كبير جدا. يتحدثون عن ميليشيات السيسي حسب تعبيرهم، ويتحدثون عن اهالي مدنيين. طبعا ولا دول اهالي مدنيين ولا لدينا اي ميليشيات مسلحه باي شكل من الاشكال الا فيما يتبع الجماعات الجهاديه وجماعه الاخوان المسلمين، ولكن قواتنا المسلحه هي للشعب كله. طيب احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك يا استاذ حمدي جمعه ولصوت كل اهل بورسعيد، ونطالب قوات الشرطه المتواجده في بورسعيد السيد مدير امن بورسعيد لاتخاذ ما يلزم، طالما انه مكان التواجد هو معلوم للجميع، طالما انه الناس بتتحرك وبتأدي عملياتها الإرهابية بشكل مكشوف وبوجوه مكشوفة معروف أوكرهم حسب تعبير أستاذ حمدي جمعة في حي الزهور، معروف اعتصامهم والدشم العسكرية اللي بيستخدموها، وبالتالي يجب اتخاذ ما يلزم حتى لا يتحقق لهم ما يعني يحلمون به أو يتخيلونه أن تسود الفوضى البلاد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمدي جمعة مدير مكتب جريدة المصري اليوم في بورسعيد. عندنا كمان اللي أشرنا ليها منذ دقائق مشاهدينا، حيثيات قضية وادي النطرون، الأسباب يعني تنظيم الإخوان المسلمين اشترك مع جماعات تكفيرية وإجرامية في اقتحام السجون. هذا ما أعلنته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، حيث أودعت أسباب حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، القضية اللي أطلق عليها إعلاميا قضية الهروب الكبير، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي. من خلال الأسباب، من خلال الحيثيات، أعلن سيادة المستشار حيث أودع هذه الأسباب أنه باستطلاع وبأخذ تصريحات أو أقوال حوالي 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسؤولين أثناء الأحداث، جاءت أولى المفاجآت أنه المتهم الأول أو الماثل أمامهم في القضية أو أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي، بينما المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي من الرئيس المعزول، وبالتالي أخذ المتهم الأول براءة. قالت كمان المحكمة أو تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول الدولي للقبض على سامي شهاب القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، أيمن نوفل، محمد الهادي عضو حركة حماس، رمزي موافي أمير وهو عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بالقبض على
كل من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق وعضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد سعد الكتتني، صبح صالح، عصام العريان، حمدي حسن، محمد إبراهيم، سعد الحسيني، محي حامد، محمود أبو زيد، مصطفى الغنيمي، سيد نزيلي، أحمد عبد الرحمن، وماجد الزمر، حسن أبو شعيشة، وعلي عز، ورجب البنا، وأيمن حجازي، والسيد عياد، وإبراهيم إبراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية. وطبعا صدر الحكم برئاسة سيادة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، وحضور وكيل النيابة هيثم فاروق ووائل خاطر. احنا في لحظة من اللحظات من عمر الوطن مهمة جدا و حرجة، مش حرجة لأنها حالتنا صعبة، بالعكس احنا في أفضل حالاتنا على الإطلاق، حيث أنه بنكتشف أين المرض، أين الجزء الفاسد في جسد الوطن، وبالتالي نحاول علاجه، نحاول استئصاله، نحاول التعامل معه، خاصة أنه بتنكشف الكثير من الأمور. ولكن تعطيل الأمور في البلاد أنهيت تستمر بشكل إيجابي بشكل بناء، أن تتقدم إلى الأمام، ده بالتأكيد بيوفر إمكانية لتحقيق سيناريوهات لدى بعض تيارات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وتتيح لهم التأكيد أنه البلاد تعيش في حالة فوضى بعد عزل الرئيس المخلوع محمد مرسي. وبالتالي تنسيقية 30 يونيو أكدت على ضرورة تنفيذ مطالب التغيير، وأنه سيوقف المؤامرات وسيناريو العنف. في هذا السياق التنسيقية ترى سرعة تنفيذ إجراءات ومطالب أهمها: 1- إلقاء القبض والتحقيق مع كل من اشترك أو حرض أو تورط في أعمال عنف. 2- إعلان نتائج التحقيقات بوضوح وشفافية في أحداث الحرس الجمهوري، وكذلك الكشف عن المؤامرات التي دبرت في الفترة الأخيرة منذ 30 يونيو. 3- حل الأحزاب التي ثبت استخدامها أو ممارستها العنف، وكذلك الأحزاب التي أنشئت على أساس ديني أو طائفي. 4- التعجيل باختيار حكومة وطنية تنفذ برنامج عاجل لحل الأزمات التي تحاصر المواطنين، والبدء في تنفيذ برنامج الثورة التي رفعته الجماهير على مدار عامين. 5- رفض الانصياع لابتزازات بعض القوى التي تمثل امتداد وذراع سياسي متحالف مع جماعة الإخوان، والتي تريد تعطيل خارطة التغيير التي اتفق عليها من منطلق يسمح بالمناورات والتآمر والمساومة وخلخلة الأوضاع في البلاد وجرها للفوضى والعنف. نتمنى أنه يتم التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، هذه المطالب التي أعلنتها تنسيقية الثورة، حيث أنها بالفعل قادرة على أخذنا إلى الأمام دون الوقوف محل كسر، وإتاحة الوقت والمساحة الزمنية والمكانية للكثير للعبث بشؤون البلاد الذي طالما عبثوا به خلال أعوام مضت، وخاصة خلال العام الماضي والعام المنصرم. إذن خبر عاجل: قوات الأمن تبطل مفعول قنبلة يدوية كانت مزروعة أسفل كوبري الجامعة. المحاولات مستمرة، إذن عاجل مرة أخرى، والخبر قدامنا على الشاشة قدام حضراتكم. قوات الأمن تضبط قنبلة يدوية الصنع ومعدل للتفجير أسفل كوبري الجامعة وتبطل مفعولها. وهو ده اللي بنتكلم عليه، طالما إحنا واقفين محل كسر، طالما إحنا مش قادرين نتخذ ما يكفي لتشكيل حكومة يتوافق عليها ويلتف حولها ومعها وخلفها ويدعمها الشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو، طالما فضلنا واقفين محل كسر نستنى ده يوافق وده يوافق وده عمر ما حد هيتفق على كل شيء، ولكن الكل في النهاية سيجبر إنه يتقدم، إنه يسير في الركب، إنه يركب مع القطر المتجه وخارج بره المحطة للأمام وللمستقبل بإذن الله، أو أنه يفضل محلك سر. يعني يجب أن يكون هناك
حسم وحزم للتعامل مع هذه الأمور، طالما بقيت الأمور على ما هي عليه، طالما وقفنا محلك سر، الحقيقة مش هنبقى محلك سر، هنتراجع خطوات كثيرة للوراء وتخطف الثورة من جديد وتخطف مطالبها من جديد، ونفاجأ بآخرين لم يشاركوا ولا في 25 يناير ولا في 30 يونيو وهم بيتحكموا في مصائر. ولكن الحمد لله، خلونا نرجع نفتكر بكرة بإذن الله رمضان وبداية رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، هذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية، والحمد لله حزب النور ما اعترضش وما قالش مثلا ليه ما يكونش يوم الثلاث، ليه ما يكونش يوم الخميس، طب ليه ما يكونش كمان شهر، طب ليه ما يبقاش الشهر اللي فات. الحمد لله حزب النور وافق وانصاع لفتوى أو رؤية دار الإفتاء وتأكدها أنه بإذن الله رمضان بكرة. بعد الفاصل هنلتقي مع المحامية والحقوقية والإعلامية الزميلة العزيزة الأستاذة أميرة بهي الدين علشان نتعرف على رؤيتها في كل ما يحدث، وحيث أنه الستات ما بيعرفوش يكذبوا، هنتعرف على رؤية صريحة وواضحة مع أميرة بهي الدين.